اهلا بيكم، معاك كابتن جيمر. في الفيديو ده هقول رايي عن بلاك لايت. ان شاء الله هقول رايي في العاب مجانيه على البي اس 4. لو انت عندك لعبه معينه عاوز تعرف رايي فيها او كده، سيبها في كومنت وعملها في الفيديو اللي جاي. فشوف الفيديو لحد اخر عشان تعرف كل حاجه عن اللعبه. ما تنساش تسيب لايك وشير. هبتدي بمميزات اللعبه. اول ميزه ان اللعبه مجانيه تماما، مش محتاجه اشتراك بلس. اللعبة بتوفر فيها مودات كتير، حتى فيها مود الزومبي. المودات اللي فيها يعتبر زي كول اوف ديوتي، في ديمونيشن، كابتر اوف فلاك، كل الحاجات دي. اسلحه متنوعه جدا، حتى في بو، في سنايبر، في شوت جانز، في كل حاجه. الكاستمايزيشن كويس، هتلاقي اي حاجه تعجبك ما تخافش، من اشكال من الوان وكده، وشكل الخوذه، شكل الارمو، شكل البانس اللي انت لابسه، كل حاجه يعني. بالنسبة للأسلحة كويسة جدا، حتى الاتاشمنت كويس، ممكن تعمله سايلنس، ممكن تركب المنظار اللي يعجبك، كل حاجة تمام. فما تقلقش بالنسبة ايه للتعديلات على أسلحتك. اللعبة برضه بتوفر فيها حركات اموشن زي انت تعملها بعد المباراة وكده. كمان بتوفر فيها قوة خاصة، زي مثلا تنزل صواريخ من السماء، تطلب روبوت يحارب معاك، هكذا زي كول اوف ديوتي. كمان فيها الانسان قال عملاق والحاجات دي زي تايتن فول، فدي حاجة كويسة جدا. بالنسبة للحاجات الوحشة اللي فيها، المبات مش كتيرة، هي تقضي بالغرض بس مش كتيرة يعني، مع لعب شهر او اسبوعين هيبتدي تحفظ المبات كلها وتزهق منها. بس طبعا هما ساعات يعني مع كم ابديت او كده بينزلوا ماب جديدة. بس الفلوس صعبة تتجاب، على الرغم ان الشرب اسعاره غالية جدا، فده بيجبرك انت تشتري عملة خاصة. لان مثلا حتى عجبني سكوب كده يعني، منظار للسلاح لقيته ب 8000، وانا اصلا بكسب في الماتش. لو انا محترف على الاخر بكسب 200 عملة، ولو بتلعب عادي بتكسب 90 او 120 وكده. ده طبعا كتير قوي يعني، انا عاوز اعمل سكوب بطل العب يجي 8 ماتش، اكتر من 8 ماتشات، فده طبعا شيء وحش. في كتير شايف اللعبة توين، هو صحيح كل الاسلحة متاحة ليك اللي انت تشتريها وكده، بس طبعا بالاسعار الغالية دي اللي بيدفع فلوس اكتر بيجي له اسلحة بسرعة، بيجي له اشكال جامدة احسن في كل ده طبعا. اما انا عاوز اجيب شكل جامد لازم العب فوق ال 300 ماتش، فده طبعا شيء يضايق الواحد يعني، لازم ادفع لك فلوس عشان تجيب لي حاجات حلوه. بس طبعا عشان مجانيه والشركه عايز تكسب، فده النظام اللي ماشي. بس ما انكرش انا استمتعت باللعبه. كمان طريقه تفكير في التخطيط يعني، انت في الارمر اللي بتلبسه لو انت لبست حاجات تقيله صحيح الهيلث بتاعك هيزيد وكده، بس جايك بطيء. ال اتش ار في اللي نسيت اتكلم عنه، اللي هو بيخليك تعرف مكان اللعيبه، لو انت لابس حاجه تقيله بتال ار في مش هيقعد وقت طويل، فمش تعرف مكان الاعداء كويس. كمان في الاسلحة برضو لازم تنظم سلاحك كويس عشان يبقى كويس ما يضايقكش وكده، وانت بتعمل اللي يعجبك. كمان عشان مفيش تخصص، فانت تمسك اي سلاح، بتلبس اي لبس، فانت لازم تنظم لبسك اللي انت عاوز تبقى هيفي او لايت او متوسط لو تعرف تظبطها. فاللعبة فيها تفكير، مش مجرد شوتنج وخلاص، انت بتنظم حاجتك وكده. طيب بالنسبة للزومبي، الزومبي مختلف عن الالعاب التانية اللي لعبتها، لان بسبب ان الزومبي اصلا في الاول بيجوا عليك زي اي زومبي، بس بعد كده بيبقى معاهم اسلحة ومش بيضربوا بينشنوا هبل، لا بيبقوا زي الجنود بالظبط، معاهم اسلحة واللي بيبقى فيهم معاهم ارمر. طبعا بعد كده بيظهر لك العمالقة، فالزومبي فيها طبعا زومبي صعب. طبعا مش زي كول اوف ديوتي لما بتتقدم في المستوى، لكن انا بقول يعني هو صعب بالنسبة للي ملعبش زومبي قبل كده. طيب في الاخر، هل اللعبة تستحق احملها ولا محملهاش؟ بص يا سيدي، انت لو عندك لعبة زي كول اوف ديوتي او اي العاب اف بي اس تانية ما تحملش، لان طبعا هتخنق من حوالي لازم تشتري حاجات. لكن لو انت عندكش اي لعبة اف بي اس وعاوز مثلا لعبة عشان تتدرب على الانالوج وكده، لو انت لسه كونسول جديد او ما عندكش لعبة اف بي اس خالص، جيبها. كمان دي مجتمعها كبير غير كده، اللي بتحتاجش نت سريع، انا دايما الماتش شغال معايا عادي. حتى قبل كده كنت سايب تحميل وكنت ناسيه ولعبت اللعبة، ما حصلش غير لاج بسيط جدا. غير كده اللعبة دي كويسة اوي انت تلعبها مع اصحابك، بالذات الزومبيز. كمان مش هتجبر صاحبك اللي هو يشتري اسطوانه ب 500 عشان يلعب معاك اللعبه، لا ده هيحملها ببلاش جدا وهيلعب معاك. اللعبه مساحتها 15 جيجا بالابديتس، ولا بس انت شايف الجرافيك بتاعها مش وحش خالص، كويس يعني يمشي الحال كده. يعتبر كل حاجه انا قلتها عن اللعبه. لو عندك اي سؤال بخصوصها سيبه في كومنت. لو انت بالفعل تلعب اللعبه ونفسك انزل فيديوهات شرح عن اللعبه دي، قولي في كومنت برضه، او عندك او عاوز اي نصايح. وما تنساش تسيب لايك. شكرا. We'll be right back.
on my city, I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always